نرجع لكم مشاهدينا لنتابع لقاءاتنا بيوم جديد. وضع البلد يعني بهم كل الناس طبعا وهم عند كل الناس. اليوم بدنا نحكي شوي عن قطر وآليات النهوض من المأزق الحالي يلي طبعا عم بيعاني منه لبنان، على أمل يكون في أذان صاغية، على أمل نحن نكون بنتحلى بالإيجابية ونعرف كمان أنه في عنا مسؤولية بتوقع علينا كمواطنين، وكيف لازم كلنا سوا هيك بإيد وحدة نمسك بعد حتى نقدر نمشي إلى الأمام. كل هالمواضيع رح نحكي فيها مع دكتور عادل مشموشي، عميد متقاعد بقوى الأمن الداخلي. تابعونا. عميد صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يمكن البعض بيقول وين في هلأ آليات لحتى ننهض بالوضع، خلص راحت علينا كارثه وقعنا فيها وما في مين يشيلنا. هذا بيكون استسلام انا برايي. نعم. والانسان طالما الله اعطاه عقل انا برايي ما لازم يستسلم بكل ما واجهته من اي معوق او اي حادث او طارئ طرأ عليه فجاه. الانسان انا برايي لازم يكون مثل شخص ماشي على الطريق، كل ما وقع يرجع ينفض ثيابه يقوم ويمشي وينطلق من جديد. نعم. نحن صحيح البلد في كبوي، البلد في وضع مأزوم، عدة أزمات متداخلة متشابكة عم بيعاني منها المسؤولون والمواطن اليوم، ولكن هذا ما بيمنع أنه نفتش على حلول، نجترح حلول، وهذه الحلول بدها مثل ما كنتوا عم تحكوا من شوي بدها قاضي قادرين على اتخاذ قرارات على اجتراح الحلول، قرارات جريئة، قرارات استثنائية للتعامل مع أوضاع استثنائية مثل اللي عم نعيشها اليوم. نعم. لنعرف نحن وين وبأي مرحلة من هالأزمة أنا برأيي لابد ما أنه نقارب الأزمات، لكل أزمة مسار بتمشي فيها الأزمة، عادة في مسار جزئين، هالمسار بتحول لجزئين أساسيين، مسار تصاعدي وبعدين مسار تنازلي. بالمسار التصاعدي لو نحن فعلا واعيين لأهمية هذا العلم وكيف الدول والمؤسسات العصرية واللي بتتبع منحة علمي تتعامل مع الأزمات كنا بنتلافى وقوع من الأساس، لأنه لكل أزمة مؤشرات، وكانت وقت تبلش المؤشرات نسعى إلى معالجتها. الأمر الآخر كمان الإنسان ينبغي أن يتعلم من تجاربه ومن تجارب الآخرين. فنحن فعلا لو نقيم يعني اعتبار لهذا العلم إدارة الأزمات أنا برأيي كنا بنتعلم من تجاربنا السابقة من الأحداث المرقوا معنا قبل، ونحن مرقنا بأزمة اقتصادية مثل الحالية وبأزمة سياسية مثل اللي عم تشوفونك اليوم، والدليل وقت اختبرنا الحرب الأهلية ما هي؟ صح. وإجا اتفاق الطائف ورجعنا بعد اتفاق الطائف عشوائي مثل الأول. فإذا كان لازم نستفيد من هالخبرات اللي اكتسبناها من النتائج اللي خلصوا إليها غيرنا اللي وقعوا بهيك أزمات أنا برأيي، لحتى أول شيء نتلافى الأزمة وبرجع لحتى كيف نعرف نتعامل معها ونخفف من مضارة قدر الإمكان. نعم. أدي غلطنا تحديدا عميد أنه نحن ما عالجنا مشاكلنا، يعني مثل وكأنه صار في حرب، خلصت الحرب مشينا كملنا عادي. المقاربات كانت أنا برأيي هابطة أدنى بكثير من المستويات المطلوبة، حكي قاسي شوي بس هالحقيقة ولازم نعترف عنها. لا مزبوط، ما وصلنا لهون. فإذا هالأزمة هيدي مثل ما قلنا إلا مسارين، مسار تصاعدي مسار تنازلي. أول مسار بتبلش تكون الأزمة مثل الجنين بطن أمه. صح. هالأزمة عم تكبر، في إلها مؤشرات لازم نعرف من وقتها ندخل. بعدين وقت تولد هالأزمة الكل صارت مطروحة قديمه ما عادش فينا نخبيها. فإذا لازم نتعامل معها لنحد من مخاطرها ونقيد أنا برأيي انفلاتاتها أو انعكاساتها السلبية ومضارها الاقتصادية السياسية الاجتماعية الأمنية كل ما هنالك، وبعدين توصل لي أوجه الناس الخبرة بهذا الإطار. وإن انفجرت الأزمة لأنه في أسباب مربطوها كارثة طبيعية، وإن انفجرت بيعملوا عليها يكون سقفة أوطى مما لازم يكون قبل، وبعدين بتدخلات الهامة والمدروسة أنا برأيي بتصير تنحصر هالأزمة لمرحلة التلاشي وبعدين الانحلال الكلي ونخلص منها ومنعالج طبيعتها. أنا برأيي المقاربات اللي كانت عم تعتمد بلبنان بعيد كل البعد عن المنهجيات العلمية، كانت مقاربات مرتجلة غوغائية إلى حد ما. ليش؟ لأنه نحن عشنا جو سياسي للأسف من نشأة لبنان هي محاكاة سياسية، كل طرف هم كيف هو بده يعلم على الآخر، مش ضروري يحقق مكاسب. وإن حقق مكاسب اليوم خلينا نطلع الكل خاسر. صح. المسؤولون على اختلاف انتماءاتهم، على اختلاف توجهاتهم، على اختلاف مصالحهم خاسرين، والمواطن الأكثر والما خسر ماديا أو ماديا بالمعنى مش المصاري، ماديا بشكل يعني ملموس، خسر معنويا. عم نشوف قديش في نظرة الناس وتقييم الناس
لأخلاقيات وأدبيات الممارسة السياسية. اليوم بعتقد كله دفع الثمن. لازم نطلع مثل ما قلنا، ما بدنا نيأس، ما بدنا نستسلم، نرجع هيك بصحوة، صحوة الضمير إذا صح التعبير، نقول لوين بدنا نروح بهالبلد. مين اللي لازم يطلع؟ المواطن ولا يلي هلا هن بصدة يعني المسؤولية؟ اثنين. المواطن كان مغيب دوره. ما هيك؟ المواطن وقت كان عم بيصوت يعني بصندوق الاقتراع كان أنا برأيي مغيب دوره. المواطن بدي أقول كلمة قاسية الحقيقة شوي، نحن في المجتمع اللبناني مجتمع مسمم العقول. هل سموم هيدي أدت أنا برأيي إلى يعني خلل بأداء عقولنا وتفكيرنا، مسمم بالطائفية، بالمذهبية، بالإثنية، بالعنصرية، بكل أشكالها. ليش؟ وقت يصير الإنسان مسمم ببطل يعرف يفكر صح. كلنا مرئين بهالدنيا، ما حدا عم بيحمل هالدنيا ويأخذها معه على هذيك الدنيا. الإنسان يعرف برأيي بالآثار الطيبة والنتائج الملموسة اللي بتركها بهالحياة. خلينا نفكر من هالمنطلق أنا برأيي منصير نعرف كيف بدنا نفكر. نحن الشعب اللبناني ملون، هيدا أصفر، هيدا أزرق، هيدا أخضر، هيدا أورانج، هيدا ما بعرف شو ليلك اللي بدي أقوله، هيدا بشل نمطية تفكيرنا. فإذا لازم نرتقي ونتخلص من هالسموم لندوب ببوتقة واحدة هي بوتقة الانتماء الوطني. بدنا نرفع من منهجية تفكيرنا، من نمطية هيك سعينا بالحياة أنا برأيي، ما هيك، لنقاربها بمسائل علمية بس كلها تحت خيمة الانتماء الوطني. قدي بدأ الشغل عميد، بدأ شغل هون حتى يكون في عنا انتماء وطني. كمان بدي أرجع لندوتك السابقة هلأ أنت كنت عم تتفضل، نحن الأطفال منعلمهم يكونوا قادي. وقت لنبلش نعلمهم بدنا نزرع فيهم روح الوطنية، بدنا نزرع فيهم حب التفاني والعطاء والبعد على الأنانية. لو مسؤولين اليوم بعيد شوي عن أنانيتهم كانوا بنوا بلد، كانوا بنوا بلد يفتخروا فيه قدام الدول الثانية، كانوا ما بيستحوا وقت يروحوا على بلد ثاني يشوفوها نظيفة، ما بيستحوا وقت يشوفوا على بلد ثاني فيها رقي، ما بيستحوا وقت اللي بدهم يسموا أزلام لبعض المراكز، كانوا بحطوا معايير متجردة أنا برأيي عن جد يعني بتوصل الأشخاص الكفؤين اللي قادرين يساهموا ببناء بلد. وصلنا لهون، أنا بدي أقول خلينا ندرس شو هي معطيات لحتى نعرف كيف ندير هالأزمة نحن، أو كيف نتعامل معها، أو نخفف من أثارها، من مضارها، من مخاطرها المستقبلية والحالية. لابد ما أنه يعني نعرف أبعادها، نعرف حقيقتها، نعرف وجهتها. ما هيك بدنا دراسة معمقة نشوف شو عم نطلع نحن اليوم. الأداء السياسي معطل، التركيب السياسي مفككة، التوجهات السياسية متناقضة 180 درجة. فإذا هون نحن بدنا نشوف كمان خلل سياسي، ما هيك؟ كيف بدنا نرجع نصحح الخلق؟ بدنا نطلع بالوضع الاقتصادي، بدنا نشوف انه في شركات عم بتأفلس، في مؤسسات عم بتأفلس، في ناس عم بيفكروا يوقفوا تعليمهم يهاجروا لبرا لانه ضاقت فيهم هون كرامتهم، ما عادش تسمح لهم يعيشوا بوطنهم. الانسان صار غريب عن وطنه وان كان عايش بالوطن. شيء مدمج، شيء محزن الحقيقه، بحكي هيك انا بكل مرار على الموضوع. فاذا في بعد اقتصادي نحن عم نشوف انه كمان الدوله هالليره اللبنانيه فقدت قيمتها، فما عاد فينا نوفي الاقساط القروض يعني المستحقات من القروض مع الفئه. فاذا في ازمه ماليه كلنا عم نحكي فيهم، الى بعد اجتماعي، الى بعد ثقافي، الى بعد تربوي، الى بعد امني، الى بعد. فاذا هيدي معطيات الامن الازمه. فمنشوف اذا هيك بدي لخصها انا بسميها ازمه الحقيقه كيانيه ولكن الى اوجه تشغيليه، يعني كيانية بتهدد الكيان. بدنا نرجع ندرس كيف بدنا نبني إعادة بناء لهالدولة على أسس عصرية بعيدا عن أي اعتبارات فئوية مذهبية طائفية. كل هودي بدنا مواطن، إنسانية الإنسان، نحن نبعث عن رقي الإنسان بهذا البلد وهيك بنبني دولة. الشيء الثاني التشغيلي، نحن عم نشوف أنه إنتاجياتنا، إنتاج البلد بشكل عام شبه معطل. لو ما معطل ما انهرنا، لو ما معطل مثل ما قلنا مش عم نجيب هالقروض المليارات الليرات وبنصرفها وبنطلع شو انتجت، شو اعطت؟ لا شيء. بعدنا طرقاتنا عاطله، الكهرباء ما في كهرباء مثلا على سبيل الكهرباء. هل يعقل يعني من 20 سنه عم ندفع لليوم وبعد ما قدرنا نأمن ساعه ساعتين كهرباء بالنهار او 6 ساعات او 8 ساعات؟ طيب باي اقتصاد بده يقوم بوقت فش كهرباء؟ اي زراعه، اي صناعه، اي سياحه؟ إذا بده يجي عندنا سايح ما فيش ضويله، كيف بده يجي يقعد عندنا؟ فإذا من هون لازم بدنا قرارات سريعة، يعني ما عاد في معنى ترف بالوقت، لازم أن نبادر فورا
لاتخاذ قرارات جريئه مثل ما قلت. قرارات قديش صرنا بنقول لازم نبادر فورا هون المشكله وهالفورا عم تاخذ في ارباك على المستوى الوطني، ارباك شعبي، ارباك اكبر الارباك هو على المستوى المسؤولين. بالازمات الانسان ما بيكون مرتاح وقت بده ياخذ قراراته. هون يعرف القاده الحقيقيين. القائد هو من يعني يحسن او يتملك الجرأه لاتخاذ قرارات استثنائيه بوقت استثنائي وقياسي وتحت ضغوط نفسية مالية اقتصادية سياسية. كلنا نعرف اليوم مسؤولين في عليهم ضوء كبير، حتى الشعب عم بيوصل لنا اليوم، ولكن هذا ما بيمنع أن يبادروا. وإلا إذا بدنا نضل ندير ونتعاطى مع الأزمة بحيثيات صغيرة وبيوميات من دون رؤية بعيدة، يعني بعيدة الأمد متوسط الأمد وآلية، لأنه آلية بدنا نتعامل مع المسائل المطروحة لنخفف من الأعباء، لا يمكن أن ننهض من الوضع القائم بالبلد. فإذا بدنا أشخاص رؤيويين، أشخاص عن جد عندهم رؤية قبل ما نجيب المسؤول على أي إدارة، إن كان مدير عام، إن كان رئيس دائرة، إن كان رئيس مصلحة، إن كان وزير، مين ما كان يكون. تعال خبرني شو رؤيتك، شو خبرتك، كيف انت عندي هالوضع، كيف قادر تشيله لهالوضع هيدا، او لو فيك توصل. حضرتك عم بتقول ما بقى عنا طرف الوقت، وعم بتقول بدنا ناس قادرين يعني ياخذوا قرارات، وبدنا. طب هلا هول الناس الموجودين شو وضعهم؟ رح يقدروا يشيلونا من الازمه، يبسطوا يعني يخففوا وطئتها، ولا شو الوضع يعني؟ بس انا ما بحب فوت بالشخصي بشكل عام. نعم. بشكل عام ما بحب جرح بحدا. وانا يعني حتى الحراك بقول. نعم. بيهبط الحراك وقت اللي ببلش بالمساس بالاشخاص. نعم. وبالتشجيع الشخصي، لانه هون بطل في تجرد بالتعامل. نعم. انا بدي اقول ايا كان هالانسان وقت اللي اختبره ما اعطى نتيجه بتصيب جيب غيره، ولكن قبل هون بدي احسن اختياره. انا وقت الجيب واحد من الاول معاق او معوق عن اداء افكاره، هذا من الاساس ما في يمشي، يعني معاق فكريا نحن عم نقول بمعنى ثاني، او غير ملم باختصاصه. انا وقت ما احترم قواعد الاختصاص اكيد حافشل. فاذا قبل ما اختار شخص بقول له تعال هون انت هالمؤسسه كيف ممكن تقربها، ولوين شو رايك، شو بدك تعمل بعدين مستقبلا، لانه قد تكون يعني توجهه مختلف كليا. الادارات انا برايي ما فينا كل ما نجيب مدير عام او وزير نكون متوجهين هيك، بعد شوي يجي وزير ثاني يتوجه هيك بعد شوي. اكيد لازم يكون في خطه استراتيجيه، وشغله الوزير هو الرقابه والتصليح. بنحط خطه استراتيجيه، بيبني ملاحظاته عليها، بيوافق عليها او بيوافق، لانه لازم تصب ضمن السياسه العامه للدوله، وبعدين يسهر على تقويم الاداء. كل ما يشوف في خلل بده تقعد هون في خلل، لا بدنا نطور، وطبعا بدنا نحكي التطورات الموضوعيه اللي بتسجل هون. مش لانه المشكله الاساسي عماد انه نحن منا شعب واحد، نحن مجموعات. نحن شعب واحد، ولكن مثل ما قلت كيف شعب واحد؟ كان سمموا لنا عقولنا. انا برايي وما كان عندنا الوعي برأيي. ولا مره انه نطلع من لكن يعني لتقيسينا، شوف اللبناني برا لتقيسي قديش وطنيته. أي. وطني قد اللبناني هون 20,000 مره، ولكن هون لانه سممونا تفكيرنا. صدقيني انا وقت اجي لهون بصير بفكر انا شو مذهبي وانا من اي منطقه واي مكان. هذا عيب معيب، هيدا هبوط. صح. من الانسانيه انا برايي الى درك الغرائزيه. بديش سمي شو يعني الغرائزيه، بس كنا بنعرف شو الغرائزيه. فاذا انا برايي بدنا نرجع نرتقي بهالانسان بتربيته من هو صغير لحتى نكبر، لحتى عمليا نغير هالاداء. هيدا انا برايي لابد من اعاده النظر. هذا رح نحكيهم اذا صار مجال بحلقات ثانيه. انا برايي هو بي يعني اذا بقى النهوض بالاداء السياسي بالوضع السياسي، بدنا نحط قوانين انتخابيه ترعى وصول اشخاص على مساحه الوطن، على قدر الوطن، على اهميه الملقاة على عاتقهم. النايب اليوم ما بس يكون مقوقع ضمن منطقته، لا، النايب هو لكل لبنان. انا من الناس اللي بقولوا رئيس الجمهوريه هو رئيس الشعب كله، وبالتالي ينبغي ان ينتخب رئيس جمهوريه من الشعب. الأكثرية الشعب هي لازم تنتخب رئيس جمهورية. هاو من حصنوا عن جد بيكون راعي لكل المؤسسات الدستورية الثانية. فإذا بدنا نعيد النظر بقانون الانتخابات وشو نقيم بعد. يعني في نفضة أنا أكيد طويلة عريضة. نحن ليش لما نضحك على حالنا من 100 سنة هالبلد يعني ملبك بحاله، ملبك بحاله، ما عم نقدر ننهض. ما فينا نفكر دائما نحن ننتظر المساعدات مثل ما منتظرين اليوم. يا أخي نحن عنا، أنا أكيد وبكل ثقة صدقيني، شوية منطق الإنسان يفكر، ما بده أكثر من هيك يجهز اقتصاد وماليين وكذا. بشوية منطق بنقول نحن عنا مقومات أكثر ما نتصور، بشرية وطبيعية وثروات طبيعية إلى ما هناك. بيكفي الموقع الجغرافي لو نحسن استغلاله نحن، بس الموقع الجغرافي، الأثار الموجودة بلبنان، أنا ممكن تستغل بالسياحة. صح. فإذا أنا برأيي المقاربات خاطئة، المقاربات من دون رؤية بعيدة الأمد. إذا أنا ما بفكر بعيد شوي على الطريق بعمل حادث، إذا عم سوق سيارة، إذا بفتش بس قديم بمترين. فإذا لابد من رؤية ثاقبة أنا برأيي وبعيدة. هالرؤية بدها تكون جامعة،
يعني بيحتضنها كل الناس ونقنع الناس فيها لحتى يدافعوا عنها ويقتنعوا فيها ولحتى يساهموا بإنجاح هذه الخطة. فإذا مثل ما قلت أنا هل لهم قلنا شو هي الأزمة، بدنا نرجع نقول نحن شو الأسباب لحتى أقدر حل أنا الأزمة أو أطلع منها أو النهوض بهالبلد. بدي أعرف شو الأسباب. الأسباب الحقيقة أنا برأيي ممكن نقسمها لاتجاهين، اتجاه أسباب خارجية وأسباب داخلية. الخارجية الله حاكم علينا بهالموقع الجغرافي إنه في عنا عدو مغتصب لها الأرض، ولكن مش بس يعني مخاطره على الأرض فلسطين المحتلة، لا عنده أطماع خارجية بده يضل يحرتق هون ويحرتق هون ويحرتق، ولو ما شفنا دائما في عنده مكائد. بشبهه أنا هيك مثل البصرة بالعين أمرار، بده يضل يجرح ما هيك، فلا العين المحيط اللي قاعد فيه يعني عم يحضنه بده يضل حتى ينبزق يوما ما. فإذا لازم نحن كلبنانيين لنحد من هالمخاطر ما هيك. الكل أنا برأيي يقر بالعداء مع سن، بدنا نتفق على المقاربة، المقاربة كيف بدنا نحن نتصدى ونحد من هالاعتداءات. كمان شوي نحن ندفع ثمن أمرار، منخرنا طويل أمرار ولساننا أطول، بدنا نعمل بروحية يعني اللي دعا له فخامة الرئيس هذيك المرة بالأمم المتحدة أنا برأيي، إن نجعل لبنان بوتقة لتفاعل الحضارات. هيدا بيقول إنه نتصالح مع حالنا أولا ومع الحالة المحيطة فينا. فإذا لا السباب لإلهم لا السباب لإلنا بنجحنا، بدنا نعنى عن جد نعمل بلد زيرو مشاكل مع كل محيطنا باستثناء مثل ما قلنا العدو. هيدا على المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي مثل ما قلت أنا نحن فقط ملونين، ولكن هودي كلهم وقت ندفع الناس للتفكير بالمصلحة الوطنية العلنة، يعني ما يسمى يندرج ضمن الأمن القومي، الأمن السياسي القومي، الأمن الاجتماعي القومي، الأمن الاقتصادي القومي، يعني نطلع بشمولية باقتصاد كلي، بمالية كلية، بزراعة كلية، بصناعة كلية، ما نطلع أنا بهالمنطقة وأنا بهالمنطقة وأنا لا يا أخي، نحن بدنا نصهر بوطن واحد. بس هون القيادات والزعامات بتسقط يعني أبداً أبداً يعني أبداً. في منهم بيقولوا إذا بنعطي كل شيء لشعبنا لأنه نحن الشعب مقسم أنا ببطل أبداً عندي أبداً. يعني سلطة عليه. خلونا نفكر هيك. خلونا الحقيقة أبداً أبعد من هيك بكتير. لكن خلينا نشوف زعماء الأمس وبعض زعماء اليوم أحفادهم وأولادهم، شوفي وين كان فكر كمال جنبلاط مثلاً، وين إحنا صرنا، وين ريمو إدي، وين كمال شمعون. أنا بعرف كان بالوسط السني والشيعي والشو اسمه يعني يأيدوا كمال شمعون أكثر من الوسط المسيحي، وكمال جنبلاط كانوا مؤيدين له بالطوائف الثانية أو المذاهب الثانية المسيحية والدرزية والسنية أكثر بكثير من الدروز. فإذا نحن قزمنا حالنا، نحن بدنا نرجع عن جد أشخاص مسؤولين على مستوى الوطن، وهيك بيكبروا الناس، هيك بيذكروا التاريخ، بدل ما نذكر إنه فاتوا بمحاكات صغيرة وأعطيني وبعطيك وعينت لي أنا موظف وعينت لي أنا موظف، ومين أنا؟ عادة ما بدي يختلفوا على تعيين شخص بيكون هذا إنسان مش كفؤ، لو كفؤ كل الناس تجمع عليه. صح. فإذا ما بدنا ناس أزلام، بدنا أشخاص كفؤين منحط معايير ونمشي عليهم وخلينا ننطلق بهالبلد. فإذا قلت أنا بدنا نرتقي من أنانيتنا، نخلص من أنانيتنا، نرتقي على مستوى الوطن بتفكير وطني جامع، صدقيني بنرجع مننهض، نرجع نشوف شو في عنا إمكانيات انطلاقا اول شيء من الامكانيات البشريه اللي هي غنيه جدا جدا جدا. انا بعرف كنت احضر مؤتمرات على المستوى الدولي والعربي وقت كنت بالامن، بعرف انه قليل المؤتمرات والندوات الا ما نصيغ نحن 80% من هذه الافكار او المقترحات او التوصيات اللي نعملها. الشعب اللبناني مش حاجز، ومش بس هيك اللي بياكد هذا الشيء، شوف اليوم رئيس جمهوريه ينتخب اساسه لبناني، اصله لبناني، ما هيك بكل المؤسسات الدوليه المسؤولين كبار المسؤولين فيها هن اللبنانيين. نحن بهمنا أنا برأيي نعمل عمل فريق، يعني نخرج من الفردية من الأنانية ونشتغل كفريق عمل، كفريق بده وطن تعيش فيه تحت حكم أو يعني تحكمه أدبيات إنسانية الإنسان، مش الغرائز والمصلحة الأنية أو الفئوية أو شو حلو الحكي اللي حضرتك عم بتقوله. مش حكي، لأنه لازم يكون واقع. شو حلو لو بيصير وبيتحقق. أنا عم بقول شيء ما بيتحقق. الأزمة أنا عم بحكي شيء صعب بيتحقق، بس ما بس من وين بدك تبلش؟ بدي أعطيك تجربة صغيرة صارت معي مرة بالخدمة. نعم. أحد الضباط كان مسؤول عني، بعرف أنه عم بيحكي مع بعض ناس أنه يشوفوا له كيف أنا عم بشتغل وكذا، شايف أنا وعارف، بقول لي أنه عم بسأل، قلت له أنا بعرف، بس بدي أقول لك شغلي، أوعى تفتكر في شخص بينجح بأولاد مذهبه أو طائفته لوحده. أنا إلي كل المكتب، إلي كل عناصي، أنا وياهم مجموعة وحدة، إذا بدي ميز بيناتهم فشلت من بكرة. وأنا بدي أقول لكل المسؤولين، وقت اللي تصير مسؤول انت بطلت مسؤول عن طائفتك، بطلت مسؤول عن منطقتك، بطلت مسؤول عن مذهبك، انت صرت انسان وطني، انت طلعت من اسمك عادل مشموشي، انت صرت مسؤول بهالموقع هذا بدك تخدم كل وطنك.
وغير هيك لا يمكن نرتقي. وأنا ما عم بقول شيء الحقيقة صعب يتحقق أبدا أبدا، بدك يكون في النية، بس نوعا أن أنا نعمل نقد ذاتي أنه أنا لوين وصلت البلد بأدائي. هلأ المسؤولين كل المسؤولين اللي مروا بهالمراحل السابقة أنا رأيي من اليوم إذا بدهم هيك يحاسبوا حالهم يعملوا نقد ذاتي، هل راضين على أدائهم اليوم؟ أكيد لا، وإلا بكونوا معتوهين. عم بحكيكي بحكيك ليه يمكن عميد وكتار منا بيطرح هذا السؤال، يمكن يكونوا معتوهين، شو رضاهم اليوم؟ يمكن يكونوا معتوهين لأنه يقولوا كان لازم نسرق بعد أكتر، لأنه نحن اللي وصلنا لهون. لا لا لا, لا. هن بيقولوا كان لازم نسرق أبدا. أنا برأيي اليوم هالمسؤولين هودي بأكثر مرحلة يحتقرون أنفسهم. طب يزبطوا الوضع، طب يزبطوا الوضع عميد، ما هن بعضهم نفسهم يزبطوا شيء، عم قطعك، يعترفوا. ما بيكفي أقول أنا شجاع لصير شجاع، أو الناس عفوا الناس تعني تقول شجاع، أنا بدي يكون مقتنع إني شجاع، بدي يكون مقتنع إنه عندي القدرات، بدي اقتنع إنه أنا فعلا قائد لكل لبنان. صدقيني هودي هلأ بهالصاروا هل بهالعمر بهالنضج أكيد ندمين، أنا أكيد أكيد. يا ريت تخبرونا هالشيء. السعادة شيء والثروات شيء آخر، حتى على مستوى الفرد الصغير. السعادة وقت تعملي بلد تنجحي فيه، وقت تعملي بلد تفتخري فيه قدام العالم. بعطيكي مثلا لما هاتير محمد رجعوا هني أول مرة تراجع ما كان يقبل يجدد، رجعوا هني ترجوا إنه دخين عرضك تعال رجع مرة تانية على الحكم. نحن بدنا هيك أشخاص. طب هني بدلهم بلا ما نترجعوا. نعم. هني هني استمروا بلا ما نطلب منهم حتى. أنا برأيي. وبفتكر عميد نحن تقريبا خلص وقتنا، بفتكر إنه مش حاسين بالذنب، وإلا كان يعني بين شيء عليهم مؤشرات، يمكن كانوا طلوا على الشعب اللبناني وجهوا هيك كلمة اعتذار، أو نحن رح نظبط نحن خربناها نحن رح نظبطها. ما في شيء من هيدا النوع يعني للصراحة، في كب الملامة والمسؤولية على الآخر. السعادة بيقراها المسؤول بعين كل واحد. أي. فكيف اليوم مع وسائل الإعلام اللي عفواً من هالكلمة وقاسي وما بحبولها، في ناس عم تبزق على كثير من المسؤولين على أدائهم، وفي كمان عم ببزق على وسائل الإعلام يلي عم تواطئ بشكل كثير بشع. يعني نحن كثير بالإعلام أنا بدي أقول بدي مرق كلمة الحقيقة كمان بذهن اليوم. أنا برأيي نحن عم نمرحل بمرحلة استثنائية وحلوة ونختم فيها هلا، مرحلة جد استثنائية. وسائل الإعلام هن أهم رأي، الإعلام هن أهم رأي، أنا أهم مؤثر على الرأي العام. هون يعني بيوقع على عاتقهم دور كبير، أنا برأيي ينبغي إعادة النظر ببعض البرامج والتركيز أنا برأيي على النهوض بالبلد، هيك لازم. وخلي كل تلفزيون يتولى قطاع معين إذا صح التعبير ويقدم مقترحات خطية. يعني ما عاد بيجوز الندوات إنه نيجي ندردش شوي مظبوط ونكب الملامة والتهم، لازم نخلص أنا برأيي ينعمل حلقات مركزة لمواضيع محددة نطلع منها بخلاصات ومقترحات تنطرح قدام رأي العام وقدام المسؤولين عن جد ليأخذ فيها. نعم. ما بعرف إذا قدرنا نحكينا اللي بدنا نحكيه لأنه الوقت بيمرق الحقيقة معي كثير بسرعة. إن شاء الله بيكون في لقاءات تانية نتناول كل موضوع بزيته، نكون نقول يعني أنا بدي أحطه تحت إطار هيك كتبته تحت عناوين يعني الإصلاح المنشود. عن جد كيف نصلح بلدنا، كيف ننهض ببلدنا بكل قطاع بقطاعه بكل دائرة بدائرتها، وهيك أنا برأيي بنوصل. وإلا إذا بنضل نحكي بالعموميات ونزم بعضنا البعض وننتقد بدون أي بديل محلنا ولا وراء لا يمكن نجح، لا يمكن نجح، بنضل نتخبط بحالنا. دكتور عادل مشموشي عميد متقاعد بقوى الأمن الداخلي، أهلا وسهلا فيك. تقاعد من السلك مش من الحياة الاجتماعية والعطاء الإنسان، واضح على كل حال. بيكون بهيك قمة نضج الفكري ولازم طبعاً ما يبخل فيهم على الوقت في مجال. شكرا لك، شكرا لك، وشكرا للتلفزيون الاوتي. اهلا وسهلا مشاهدينا، بناخذ فاصل وبنرجع. نرجع لكم مشاهدينا لنتابع لقاءاتنا بيوم جديد. لقاءنا التالي مهضوم وهيك فيه حديث عن بطولات كمان لصبية مهضومة كتير، هلأ رح أعرفكم عليها. أكيد ربحت بالكروس كار، طلعت الثالثة. هلأ كيف حتى طلعت الثالثة وليش وهي بطلة وعاملة إنجازات كتيرة، تفاصيل كتيرة رح ناخدها من جوانا حسون، تابعونا. جوانا صباح الخير. بونجور، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. يعني اول ما عرفت انه بدي حاور بطله طلعت ثالثه بالكروس كار فكرت انه رح بيكون حدا كبير، لانه انا اصلا معلوماتي بهول القصص مش كثير. اوكي، عمرك 16 سنه وصار لك من عمر 9 سنين بتسوقي كارتينج وسيارات وسرعه.
وماشي حالك كثير. خبرينا شوي اكثر جوان عن هيدا الرياضه تحديدا. هي رياضة أكيد للصبيان وما في كتير بنات بتعملها. أنا الوحيدة بلبنان بعمل روتوكس كارتينج، بس في بنات بالار بي ام غيري. أوكي. هي شوي صعبة وصلت لهالمرحلة اللي أنا فيها، بس إنه بالسبورت تبع أهلي أكيد قدرت أوصل للمرحلة اللي وصلت له. مش قليل يعني، وبدها كمان قوة مع هيك وتمرين كتير. مزبوط. أنا يعني هلأ بعمل كل يوم سبور كرمال لأقدر داين بالسواق. بدها لياقة حتى. مزبوط. اوكي. كثير بتتعب هي السواقة، ويعني لو ما بعمل سبور بضيع تركيزي وما بعمل منيح ابدا. هلا رح نبلش نشوف بعض الصور جوانا، ورح احكي معك اكيد نحن عم نشوف الصور. بتسوقي صرت السيارة عادي؟ هين عليك صرت القصة. بي علمني من 3 سنين. تأخر بما انك من 9 سنين بتسوقي. فالسيارات بيشبهوا شوي سيارات الفورمولا، ما هيك؟ خبرينا شوي يعني اكثر عن السيارة، السرعة. أنا هون كنت بفيينا كنت عم سوق. هي السيارة هي 30 حصان. أوكي. أنا هون بس وقتها رحت على فيينا ربحت يونغ درايفر بروجرام بلبنان. رحت مع حدا اسمه راين خنايسر وهو معي بسوق. أوكي. هونيك تعلمنا كتير قصص، كيف مثلا نفك موتور نركب، دواليب كيف نفك ونركب. تعلمنا على الموتور، تعلمت انا اكثر كيف سوق، كيف اقدر اتحكم بالسياره وكيف ظبط السيتنجز فيها. هون كنت عم صلي قبل الريس. خيشه حلو. وهون مع السياره. السياره بتكون لإليك جوانا؟ هيدي لإلي. اوكي. هون مع بي من بعد السباق. خليكم لبعض يا رب. ميرسي كثير. هيدي الكروس كار. اوكي. غير شكل سياره الكروس كار. مزبوط. هيدي 132 حصان مع غيارات دوبرياج للسيزيام. هون قبل السباق كروس كار كنا عم نقلع. طب قد ايه فيها خطوره كمان يعني هيدي الرياضه؟ هلا الكارتينج اخطر من الكروس كار. مزبوط، لانه الكروس كار فيها سنتور وهيك، واذا قلبت ما في خطر انه انا سلي شيء، بس بالكارتينج اذا قلبت ما في سنتور ولا شيء فبروح فيها. لا سمح الله. والسيركوي كيف بيكون يعني؟ اي سيركوي اصعب، بالكارتينج ولا بالكروس كار، او كل وحده عندها السيركوي الخاص تبعيتها؟ هو كل وحده عندها السيركوي تبعيتها، بس انا استهونت تبع الكروس كار. كانت كثير هون كنا عم نسوق برومية. وطريق رومية واسعة وهيك، مش مثل الكارتينج. هلا كارتينج بسوق مع عالم على السيركوي، بس كروس كار لا. لأنه هي السرعة بس يلي بتنحسب؟ ايه بالكروس كار. هو اصلا هيدا سبيد تيست. اوكي. بس بالكارتينج نحن اول شيء بنعمل كواليفاينج كرمال لنشوف وقتنا، بعدين بري فاينل وفاينل بنقلع مع بعض. حلو. طب جوانا عم بتقولي لي اول ما بلشت حديثك عم تقولي لي انه هيدي رياضه اكثر شيء للصبيان، وانت بنات وما تكون كثير كتار يمكن. نحن بلبنان انا الوحيده. الوحيده حتى. طب انه ليه كيف تبلشت فيها بالاساس؟ بس كان عمري 9. كان هو نهار احد كان في اولى بيي ابنه بيعمل. اوكي. فنحن رحنا لنتفرج، واذا اجى صاحب الكارتينج تبع بيت ستوب اسمه جون مارك رزق. اوكي. شافني وسالني اذا بحب جرب، ووقتها قلت له ايه انه بحب جرب. ووقتها هن ما كان في كوتشي فهو مرني وهيدا، وصرت روح كل احد. وهيك بلشت. وي. اوف. واو. واهلك شجعوك يعني كمان؟ مش هينه. الاهل عاده بيخافوا اذا بنت لا اوعى ويصير معها شيء. هلا هو بيي كثير شجعني. أوكي. امي بالاول كانت ضد الفكره. بس بعدين صارت تشجعني. نعم. يعني حتى نحكي عن اخر ايفينمون صار مش من زمان، طلعتي فيه الثالثه مزبوط؟ السبت. السبت هلا هيدا السبت، وهو لانه مش سيارتك اللي كنت عم تسوقيها. بلا سيارتي. الكارتينج. اوكي. هي هالسيارتي، وانا طلعت بري فاينل اولى، بس أوكي. بالفاينل صار معي رجيت بالسياره من ورا الاكس وطار دولابي فطلعت الثالثه. مزبوط. وقفت. الحمد لله على السلامه. لكن وقال لك انت طلعت الاولى. طب هون عم تتسابقي مع شباب؟ وي. وكيف عم يتقبلوا هن انه انت عم تربحي؟ هلا هن مش متقبليني. مش متقبليني. يصطفلوا على مهل هون بيتقبلوا. بصير في هيك يعني قصص بالحكي، بتتسألوا على بعض ولا عادي؟ ايه هن بيتسألوا علي. بيتسألوا عليك. اندايركت. اوكي.
ما بيسترجعوا هيك اون فاس فاس لا يعني. اوعى قولي لهم بطلع على التي في بخبر كل شيء عم بيصير. مزبوط. نعم. هلا كمان كما بدي اقول كروسكار كانت فتره من حياتي، هلا هي ما كثير ساعدتني، هي كانت تجربه واكسبيرينس. وخلص هلا خلص هلا رح وقف ناطره لل هلا اذا ما زبطت الفكره تبع السنجل سيتر تبع الافور، لانه بدي كثير مصاري وحدا يشجعني ماديا بالمصاري تقدر تصير افور. واذا لا روجي فغالي حياخذني بالراليات. رح تبلشي بقوه. تنتذكر اسمك لكينا جوانا حسون، تذكروا هالاسم بطله الراليات المقبله ان الله راد. واصحابك البنات بالمدرسه بس يعرفوا انه انت عندك انجازات، كيف تعاطي معك بيكون؟ هن كثير بيشجعوني وكثير بحبوا اللي بعمله، بيجوا اوقات بيحضروني وهيك، وانا بشجعني بلشوا كمان. يلا لكينا ما كثير تاخذوا وقتكم، بلشوا وتحشوا اكيد. بدها كثير كلفه لحتى الواحد يتعلم ويمارس هيدي الهوايه؟ هي سبور كثير بتكلف مصاري، ومشان هيك بدنا سبونسرز يساعدونا اكيد. بدكم دعم. ان شاء الله كل التوفيق لك جوانا حسون. انبسطنا كثير بلقائنا معك، وخلي لك اهلك دائما يلي بشجعوك كمان، وضلك هيك. يلا ماشي الى الامام مثل ما بيقولوا، كل التوفيق لك. ميرسي كثير. اهلا وسهلا فيك من جديد. ميرسي. اهلا. مشاهدينا بناخذ فاصل وبنرجع. نوصل معكم مشاهدينا لآخر لقاء لليوم، بيجمعنا بالمعالج النفسي إقبال حبيب. رح نتناول موضوع مزعج بس عم نشهده للأسف بلبنان وخارج لبنان، بس خلينا نحكي عن لبنان وليش عم بيزيد، هو الانتحار. هل هو فعلا عم بيزيد أو هلأ صار عم يضاء عليه أكثر؟ تفاصيل كلها بهاللقاء. إقبال صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني الموضوع مزعج كتير، بس نقول انتحار يعني ما فيه شيء حلو صح من ولا أي جانب. للأسف شهدنا الأسبوع الماضي بأكثر من حالة انتحار، ومنحس فيه أوقات تكتر فيها حالات الانتحار وأوقات ما عاد نسمع عنها. هل هو الإعلام عم بيصلي الضوء أوقات ببعض الحالات، أو هي في فترات معينة؟ وطبعا الظروف الضاغطة يعني نحن عم نعيشها. هلا اول شيء كتعريف للانتحار، هو القتل العمد للنفس، وعاده السلوك الانتحاري له ثلاث خطوات. يعني اول شيء في التفكير بالانتحار، في التخطيط للانتحار، والتنفيذ. هلا مش كل حدا بفكر بالانتحار بخطط وبينفذ، ومش كل حدا بفكر بالانتحار وبخطط بيرجع بينفذ. وهلا على قصه انه عم تقولي لي عم بتزيد الانتحار هالفتره، الاحصاءات بتقول انه اليوم الاحصاءات قامت فيها القوى الامن الداخلي على سنه 2019 سجلت 171 حاله لسنه 2019، بينما بال 2015 كان عندنا بس 139 حاله. هلا هالتزايد بعدد الحالات ممكن لان كمان صار الرصد لهالحالات احسن، صار في طرق يمكن اكثر قادرين يرصدوها، وكمان لانه الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه هي بتلعب دور. هلا كمان الاحصاءات بينت انه الفئه العمريه الاكثر عرضه للوفاه عن طريق الانتحار هي بين 18 و29 سنه. بعدها فئه يعني عند الشباب اكثر، وهون كمان علامه استفهام، يعني بيكون الواحد عنده حاله نفسيه معينه، يعني هو مريض نفسي لحتى يقدم على الانتحار؟ ونحن هلا بظروفنا الضاغطه هي ضاغطه على الكل. صح. يعني بتشوفي يمكن شخص انتحر ظروفه كتير سيئة، بس في الأسوأ منه ولا ممكن يقدم على هيدي الخطوة، هون كيف كمان منبرر؟ سؤال كتير ذكي، لأنه الانتحار فيه عدة عوامل، يعني ولا مرة بس منقول لأنه الظرف هيك أم هو انتحر. يعني في عوامل الاجتماعية الاقتصادية السياسية، بس كمان في العوامل النفسية العوامل البيولوجية. ما بنعرف تاريخ الشخص، ما بنعرف إذا بالعائلة كان في انتحار، ما بنعرف إذا هو كان قاطع بمرض نفسي. الدراسات بتقول أنه
90% من الأشخاص اللي بيقدموا على الانتحار بمكان ما كان في قاطعين بظرف نفسي معين. يعني هي عدة عوامل انجمعوا سوا صار في انتحار، لأنه مش كلنا بنقطع بضغوطات، بس مش الكل بينتحر. وقت الشخص يعني بيقوم هو بيقتل نفسه بإيقاف حياته مثل ما بيقولوا، في ناس بيقولوا اف ما قويه، شو قوي لحتى قدر، هل هي قوة ولا هي لحظة ضعف يعني كثير قاسية؟ الشخص اللي بيوصل لهيدي المرحلة بيكون إذا بدك ما بقى عنده أي مرجع يرجع له، يعني خلص مثل فات بنفق سكرت. فات بنفق أسود، ما بقى في حل، لا قادر يعني ما قادر لا يشوف الحال ولا قادر يساعد حاله ولا قادر حتى بحس إنه حتى غيره ما قادر بقى يساعده. وبالتالي بيوصل لمرحلة خلص بده ينهي كل شيء. يعني ما عاد بفكر بعائلته، بقول نحن معقول، طب ليه ما فكر بولاده مثلا؟ انه هيك كمان تركهم لهم، يعني هن قد ايه رح يتعذبوا؟ خلص بيكون ما عاد يعني اللي عم تقوليه. في بعض الاشخاص بيكونوا عم يفكروا بالانتحار، بس لانه في الروادع مثل ما عم تقولي، يمكن العائله، يمكن الاولاد، يمكن الدين، ايام بقول لك لا انا يمكن افكر فيها بس لانه في الدين، لانه في العائله ما بعملها. بس مثل ما قلنا، الشخص اللي بيوصل لمرحله خلص ما بقى قادر يتحمل، هو شخص بطل في شيء يقدر يتمسك فيه، ما عنده أي رابط بقى مع هيدا الحياة. طيب كتير من الناس أوقات بيتفاجئوا، بيقولوا شخص بس ما كان مبين عليه، يعني منحكي شخص لذيذ بياخد وبيعطي، بعدين فجأة عرفنا أنه انتحر ما مبين عليه. مظبوط، لأنه أول شيء مش كل العالم بتقولها بشكل مباشر، وكثير من الأحيان بتسمع من اللي حولك عبارات، هيدول العبارات لازم ننتبه لهم. يعني وقت حدا يقول لك بتعرفي لو بنام وما في بكره أحسن لي، بس أو كلنا بنقول كارثة. أو مثلا خلص أصلا لشو عيشتي، ما أنا أصلا ميت بس عايش. هول العبارات لازم ننتبه لهم، وما لازم بالعكس ناخذهم بطريقة سخيفة، يعني ما نسخفها للقصة، أو نقول له للشخص خلص بس تمام كلنا اصلا هيك. لا، مهم انه نكون حده للشخص وقت يعبر عن هيك شيء، يعرف انه هو منه لحاله، يعرف انه الاشخاص المحيط اللي حوله بحبه، هو حده قادر يسمع له، ونكون على السمع مش بس نسمع لنسمع، يعني نقدر نتعاطف مع الشخص اللي بوشنا. نعم. اقبال مثل وكانه نسبه الرجال او الرجال نسبه الانتحار عندهم اكثر من النساء. هلا هو منلاحظ هذا الشيء لانه عاده اذا بدك الرجال بيلجأوا لطرق انتحاريه يمكن اكثر جذريه، يعني بمعنى ممكن يستعمل المسدس، ممكن يكب حاله من محل عالي، بينما النساء ممكن اكثر يمكن ياخذوا ادويه او مواد تنظيف، يعني ممكن حدا يلحقهم. ايه يعني بينما المسدس فرص انه تفشل المحاوله ضئيله، فعشان هيك يمكن النساء اكثر بيحاولوا بس مش دائما مش دائما بتزبط معهم. قلت شغله، يلي بفكر بالانتحار مش ضروري يخطط، ويلي بيخطط مش ضروري ينفذ، يلي بيهدد دائما ممكن تتوقعي منه، كيف فيك تعرفي؟ ولا هون ضروري المتابعه عند معالج نفسي؟ 100%. أول ما الشخص يبلش نلاحظ عليه أنه في أفكار انتحارية وصارت أكثر من مرة كمان عم بيعبر عنها، كتير مهم أنه نقدر نكون حد هالشخص، ونقدر نرشده كمان ليطلب المساعدة. هلأ مش غلط أنه نقدر نحكي مع هالشخص ونستفسر أكثر عن هالأفكار الانتحارية، يعني نجرب نفهم منه هل هو بس أفكار، هل في عنده خطة، هل في عنده تاريخ معين بده ينفذ هيدي الخطة. كمان بنقدر نسأله عادة هول الأسئلة، إذا بدك إن شوي تقييم لحدة هالأفكار، يعني فينا نسأله هالأفكار اللي عم تجي هل هي كل يوم، هل هي مرة بالأسبوع، مرة بالشهر، وقتها تجي هيدي الفكرة بتجي لساعة ثواني ولا بتضلها كل نهار، يعني قادر يسيطر عليها ولا ما قادر. حتى فينا مع هالشخص ننطلق من مواقف يمكن من زمان قطع فيها صعبة عليه وقدر يتخطاها. أوكي. يعني نجرب نفهم هو شو نقط قوته وننطلق منه، ونفهم كمان اذا هو عنده روادع، يعني في شيء بيردع عن هالشيء، ان كان العائله ولا مثل ما قلنا الشغل او الدين او غيره. سو هول الاسئله فيهم نحكي فيهم مع الشخص، واكيد بالاخر انه نجرب نساعده لحتى يطلب المساعده كمرحله اوليه. يعني هون اذا شخص في عنده اضطرابات نفسيه وعم بشوف كل هالجو السوداوي مينيموم، ما هيك؟ يعني نحن ما عم نساعده باي طريقه، بالعكس عم نقول له روح ويلا، يعني روح كب حالك،
مزبوط. اذا ما عم نعطي ولا نتفه امل انه ما في شيء ضابط والوضع الاقتصادي بالويل، هلا حتى لو كانوا وقايا يعني، بس فرق من ما انه تقولي ايه بس ان شاء الله ان الله راد رح نطلع من هالازمه، او تقولي لا والله ما في مجال. هيدا يعني عشان هيك دائما بنقول انه الشخص كلنا مش اي انسان دائما مهم يحافظ على روتين معين، دائما يكون في عنده وقت لحاله، دائما اذا في نشاط بحب يعمله يعمله، ما يقطع رفقاته، يضله عم بشوف رفقاته، يضله العائله عم بتحيطه. بس مثل ما قلنا ببعض الحالات وقت يكون خاصه مثلا اذا عم نحكي عن الاكتئاب، وقت يكون الشخص باكتئاب جدا حاد هو بيصير بيعزل حاله، ما بيعود قادر انه ينخرط او حتى يعمل هالنشاطات اللي عم نحكي عنها. بس هون بيكون مبين لانه هو فايت بحاله اكتئاب، بس يلي بفاجئك وقت بيكونوا اشخاص مش مبين عليهم هيدي الحاله وبيخدموا على يمكن يعني بيحملوا المسدس وبقوصوا حالهم، هون الكارثه وكمان للعائله يلي ما بتفهم شو صار. صح. انه ليه طب ليش ما خبرنا مديون؟ قلنا مديون مريض يخبر يعني، كمان هالمفاجاه السيئه. وحتى بدي اعلق على موضوع التعاطي مع العائله، خاصه العائله اللي بينتحر لحدا، كثير من الاوقات العالم ممكن يلومون، ممكن يقولوا لهم كيف ما انتبهتوا، كيف ما كنتوا حدوا، شوف شو صار. كثير مهم انه بهيدا الظرف وهن ما يطلن حدا انه يكون العالم اللي عم تحيطهم تكون حدهم، مش لحدا يلومهم ولا حدا، لانه ما حدا بيعرف كمان براس هالشخص شو كان عم بيدور اذا هو ما عبر عن شو عم بيصير. ممكن تصير بلا ما يعبر، لانه نحن من بالافلام يعني بنعرف اللي بده ينتحر بيترك رساله بيخبر شيء، هلا مش ضروري كلهم يكتبوا رساله صح؟ في كذا يعني طريقه، في اللي بحبوا الدراما، في اللي بيكون عن جد سكرت معه يعني مثل ما بيقولوا على الاخر، يلي بيكون جرب مره ينتحر ممكن انه ما ينتحر بس يأذي اهل بيته، هيك هو مش سائلين عن حاله، ممكن يعمل شيء لاهل بيته. هلا هون حسب كل حاله بحالتها، بس عشان هيك دائما بنقول وقت يكون في افكار انتحاريه مهم انه نوجههم عند يا طبيب نفسي يا مرشد نفسي لحتى يقدر كمان يساعده، لا ممكن يا اما يأذي حاله يا اما اكيد يأذي غيره. يعني هالقد الوضع حساس ولازم ينتبهوا الناس. طب بهيدا الوضع يلي نحن عايشين فيه، لحتى يمكن من خلال هيدا اللقاء كمان نساعد الناس انه يتخطوا مشاكلهم، يمكن في كتار ناس تعبانين هلا عم يحضرونا واذا سمعوا خبريه بشعه ما بعرف شو يعملوا، او يمكن اذا شافوا شويه هيك امل وتفاؤل ياخذوا نفس. كيف فينا نحن نشتغل لحتى كمان نعطي هيدي الايجابيه للاخر؟ 100%. اول شيء بدنا نعرف انه الوضع منه هين، الوضع معقد، الوضع فيه كثير ضغوطات من كل النواحي يعني، وفكره انه كلياتنا عم نقطع بهالضغوطات سوا بمحل ما بتريح يعني، منك لحالك يعني، كلنا سوا ايد بايد، اللي عليك علي نفس الشيء، فهيدي الفكره لحالها بتريح. بس بنفس الوقت فينا كل حدا ينطلق من الاشياء اللي هو بتريحه يعني، يمكن في ناس ما بعرف بتمشي، يمكن في ناس بتقلك بقعد بحضر تيفي، يمكن في ناس بتقلك بكتب، ناس بتلون بترسم، كل حدا يشوف شو الشيء اللي يمكن هو بيريحه، شو الشيء اللي بيقدر بمحل ما يهين له الاشياء ينطلق منه. مش معناتها انه حتصير الحياه كثير تمام وكل شيء حيروق وحنرجع، بس بيكون لا. في متنفس له. طيب كمان اقبال، ميرسي اقبال، كمان في بغير الضغوطات النفسيه في كمان بنسمع وبنشهد لحالات انتحار من وراء العاب وابلكيشنز على السوشيال ميديا، البلو ويل يمكن كان قبل، وفي هلا كثير قصص جديده. قديه الشخص هو بده يكون في عنده نقط ضعف لحتى ممكن يقدم على الانتحار؟ وعم نحكي عن اولاد صغار يعني، بتقولي ليش ولد بده ينتحر؟ بتصير يعني الابلكيشن تطلب منهم يقوموا بمهام، واذا ما قدروا انت لازم تنط، ويعني هون رقابة الأهل بتلعب دور كتير كبير، لأنه مثل ما قلت الولد أيام بيتاخد باللعبة، ما بيكون عارف يمكن لوين حتوصل، بيكون محمس ليقطع مرحلة ويروح للمرحلة الثانية، سو هون الأهل قديه بيضبطوا كمان الوقت اللي بيقضيه هالولد على الإنترنت وعلى هيدول الألعاب، وقديش بيكون عنده أكسي على هالألعاب، هيدي كلها بنشجع أكيد الأهل إنه يلعبوا دور رقابة على هالموضوع، لأنه
مثل ما قلت الانترنت عالم كتير كتير كبير، ما بنعرف شو ممكن الاشياء اللي ممكن يتعرض لها الولد. صح، يعني الانتباه هون من الاهل لحتى للاسف ما حدا يخسر اولاده ويقول لا انا بعرف ابني وقاعد بالاوضه وما بوشي وبعدين لا سمح الله، يعني كله تجنبا لحالات الانتحار يلي للاسف موجوده. ان شاء الله ما بتصير، يعني بتوقف هيدي الحالات، بس بنعرف انه في كثير من الاشخاص عندهم حالات نفسيه مرضيه ضروري معالجتها. حكيتي ببدايه اللقاء انه اذا في حدا بالعائله جرب ينتحر هي شو شيء جينيتيك، يعني في يكون بالعائله في تاريخ كمان انتحار او امراض نفسيه معينه، سو كمان فيها تكون تلعب دور. ومثل ما قلنا هي جمع كل العوامل، يعني في عده عوامل بتجتمع سوا تفقع الاشياء. اقبال، طبيعي بمرحله معين المراهق يفكر بفكره الانتحار؟ يعني في مرحله كل شخص بيقطع فيها بيقول مثلا لشو عيشتي، هيدا شيء نورمال؟ كثير بنلاحظ عند المراهقين ايام الشيء اللي عم تقوليه، خاصه بانه بالمراهقه واول ما يصير يعني عمر 13 عم تتصنع الشخصيه تبعيتهم، عم يلتقوا بعالم، عم ببلشوا شوي يطلعوا من البيئه تبع البيت ويصير في عندهم بيئه ثانيه، رفقاتهم، الاساتذه، يعني في اشخاص جداد بحياتهم عم يتعلموا اشياء جديده يمكن بالبيت مختلفه. سو بمرحلة ما بيكون المراهق بده يثبت حاله وبده يبين انه هو عنده شخصيته هو عنده رأيه، فبيفوت بكتير تحدي ايام مع الاهل وايام حتى في يتلاعب بالاهل يقولون انه انتم ما بتحبوني خلص انا بدي، ممكن يفوت كمان بالمانيبيولاسيون لحتى ياخد الشيء اللي هو بده. طب هون بهيدا المجال تحديدا لازم الاهل ما ياخذوها ما يستلشق بالموضوع؟ ولا مرة بنستلشق بالموضوع، يعني حتى وقتها يصدر هيدا الشيء من الولد كتير مهم انه الاهل يقعدوا مع الولد يفهموا منه شو اللي عم بيصير معه، كيف هن بيقدروا يساعدوه، شو اللي هو زعجه، شو الحلول الوسطية اللي بيقدروا يوصلوا له. يعني التنبه عند الأهل وأنه نضلنا حايطين كل أصحابنا وأهلنا كمان، هيدا شغلة كتير مهمة وضرورية، ونكون نحن أساساً قوية لحتى نقدر نعطيهم كمان هالإيجابية، وإلا ما بنقدر إذا كلنا قاشطين هون الكرسي. كلمة أخيرة بتحب تقوليها إقبال بهيدا المجال تحديداً؟ فضلي. بدي أقول لكل حدا عم يقطع بظرف صعب وعنده أفكار انتحارية دايما في حل، ما نكون لحالكم. بحب أعطي مثل مرة إذا شيء الخط الساخر للانتحار إمبريس اللي هو 1564 اللي هني متطوعين مستعدين لأنه ومدربين لأنه ياخدوا اتصالات لتأمين دعم نفسي ولا يتعاطوا مع الحالات اللي بيكون في عندهم أفكار انتحارية وأيام حتى إحالتهم للجمعيات أو الجهات المختصة ليقدروا يساعدون. سو ما نكون لحالكم، اطلبوا مساعدة بحال في عندكم هالأفكار نعم ضروري. قبل ما اختم معك هلا هيك عم يعني عم بتذكر مشاهد بنشوف اوقات شخص واقف وبده يزت حاله، بيجوا ناس بيقولوا له لا، يعني هون كيف الواحد بده يتصرف كمان؟ محيط بده يعرف كيف بده يتعاطى مع شخص عم بشوفه يمكن بده ينط عن حافه، ينط عن بنايه، ينط عن صخره، كيف هون التعاطي بده يصير؟ بهيك حالات كثير مهم اول خطوه ندق للصليب الاحمر او لقوى امن الداخلي. ثاني شيء انه نجرب نحكي مع الشخص، نجرب نكون محافظين على الهدوء تبعنا، يعني مش ننفعل يعني لانه وقت نكون نحن كثير منفعلين وهو اصلا منه بوضع طبيعي قادر يفكر بنكون ما عم نساعده. سو كثير مهم انه نضلنا رايقين، نجرب نفتح معه حديث، نفهم اكثر من لا بال ما كان وصل حدا. بس خلص وقت الواحد بيكون على الحافه بيكون فينا يعني اخذ القرار على الاخر انه ماني مرتاحه شايفتك بدك اذا فيك ترجع شوي بس حتى احكي انا وياك لا بال ما كان حدا وصل. يعني هدول مواقف بيكونوا كثير صعبين وحتى الواحد بيكون بلحظتها هو ملبك مش عارف حاله شو بده يعمل. اكيد وبحس بالمسؤوليه انه في يخلص حياه شخص يعني مش يتركه قدامه. يعني الله يحمي الجميع ويخلي الكل بعقليته لحتى نقدر نكمل مثل ما لازم بالصحة جسدية عقلية ونفسية مظبوطين. إقبال حبيب معالجة نفسية، بدي أتشكر حضورك معنا. أهلا وسهلا فيك، منشوفك إن الله رد بلقاءات تانية. أهلا وسهلا مشاهدينا، نحن لهون بيخلص لقاءنا معكم، بكرة يوم جديد إن الله رد بتمام الساعة 8:30. باي باي.